إذن إلى قطاع العدالة الآن. عالجت اليوم محكمة بير مراد رايس بالعاصمة ملف قضية صاحب عيادة رفقة ممرضة بعيادة آية للتوليد بمنطقة بير خادم، حيث أدت شرارة كهربائية إلى تشويه وحرق رضيعة أو رضيعة حديثة الولادة. وحسب التحقيقات فإن الشرارة الكهربائية جاءت بسبب إهمال المتورطين. هذا وأهل الضحية من جهتهم أكدوا أن مسؤولي العيادة لم يتفطنوا للحريق حتى بدأت ولادة الرضيعة أو والدة الرضيعة بالسراق. المزيد في ميكروفون أجبا سمعي. بعك جي غير لي بروماس نقوموا بها نداويوها نقوموا بها نداويوها نقوموا بها نداويوها مما شت والو. نطلبوا ان شاء الله العداله خاطر هادو لي كلينيك كيما هادو. ما دوك انايا بنتي تحرقت فهادي لا كلينيك ايا تسمى دوك وكنزيدو نخلو هادي لا كلينيك ايا هادي تزيد تخدم خاطر جاي سمحتي يموت بيبي باش نغلقوا لها. وعيطت قلت جيبوا لي بنتي باسكو نسمع في الدراري يبكوا. دومونديت جاتني انفيرمي لا بروميير فوا قالت لي بون مدام ما تقلقيش كاينه اكوشمون برك. جاو باش يخبروني باللي بنتك تعرضت الى حادث حريق وقالوا لي اتصلي بالاب. كي تنقلت صبت بنتي ديجا كاربونيزي كحله. طفله كي تحرقت يعني الرضيعه هذه كي تحرقت كانت كاربونيزي كاربونيزي واش ما عندها الغرفه كانت مغلوقه لو سي او 2 تغمت لا في دونك هاد الامور كامل شهاده الشاهد هي اللي تخلينا عن طريقها نقدروا نطبقوا الماده 290 اخفاء الادله. واش من الادله اللي خفاوها؟ انه تم طلاء السقف. طلاء السقف علاش؟ باش يخفيك سيتي نواغ. صرحوا انه انفجار للمصباح اوغكو هو شب حريق في المصباح والبلاستيك داب على الطفل. عامين حبسا نافذا هي العقوبه التي التمسها وكيل الجمهوريه لدى محكمه مراد رايس بالعاصمه في حق صاحب عياده رفقه ممرضه بعياده ايه للتوليد الكائن مقرها بمنطقه بئر خادم على خلفيه تسببهما في حروق خطيره وتشويه وجه رضيعه حديثه الولاده وبتر اصبعها على اثر انفجار شراره كهربائيه وذلك بسبب اهمال واللامبالاه لمسير عيادة وممرضة وعدم احترام النظام الداخلي المطابق لدفتر الشروط المنصوص عليها في وزارة الصحة. من أمام محكمة بئر مراد رايس نجيبة سماي تلفزيون نهار.